إن إذا خففت فهي يقول عكس ليت، يعني ليت يقول في ليت إذا خففت عكس إن إذا خففت، فإن إذا خففت جاز إعمالها وجاز إهماله، لكن الإهمال أرجح وليت الإعمال أرجح، هذا ما قاله يعني. ولكن لكن ها إيه ليه لك وتخفف؟ لا ما تخففش ليت، هو بيقول لك دخلت، إذا دخلت ما على ليت أصل فين المشدد يا إن أن كأن لكن، هم ده المشددين اللي هم على شدة وفتحة، لكن ليت ما فيش تشديد خلاص، لعل فيها تشديد، لعل فيها تشديد. هو يقول إذا أدخلت ما على ليت جاز إعمالها وجاز لكن الإعمال أكثر، إن إذا خففت يقول الإهمال أكثر، هو يقول عكس ليت، عكس ليت، عكس ليت، فهمت؟ يلا وأم أن فتعمل ويجب في غير الضرورة حذف اسمها ضمير الشأن وكون خبرها جملة مفصولة إن بدأت بفعل متصرف غير دعاء بقد أو تنفيس أو نفي أو لو. هذا هو الفرق الثالث بين إن وأن. اسمع يا أولادي عشان تعرفوا الفروق بين إن وبين أن. أدي إن يا أولادي هي ودي أن، صح؟ قول صح. الفرق الأول إن مكسورة لكن هذه مفتوحة، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني إن تأتي في أول كلام، هذه لابد أن تسبق بكلام، هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث أن تؤول مع اسمها وخبرها بمصدر، هذا المصدر يعرب حسب وروده في الكلام، يعني قد يكون فاعلا أو مفعولا أو مجرورا. فإذا قلت بلغني أنك ناجح، قلنا بلغ فعل ماض مبني على الفتح، النون تسمى نون القاي والياء مفعول، يبقى نحتاج إلى فاعل، صح؟ أن واسمها وخبرها نحطهم في خلاط، عارفين الخلاط؟ كر يعني بلغني نجاحك، عندها اسم مصدر مؤول يعرف فاعل، عرفت فعل وفاعل يبقى عايزين مفعول، أنك ناجح يعني عرفت نجاحك يبقى مفعول به. طيب علمت بأنك قائم، بأنك قائم يعني علمت بقيامك، هل فهمتم يا أولادي؟ إذن الفرق الثالث أن تؤول مع اسمها وخبرها، لكن إن لا تؤول مع اسمها وخبر المصدر. الفرق الرابع والأخير أن هذه الموجودة أمامكم دي، إن إذا خففت ها خذ بالكم جاز إعمالها وجاز لكن الكثير الإهمال، واضح؟ هذه إذا خففت صارت أن هكذا، كان وجب إعمالها لكن تعمل بشروط. أولا اسمها لابد أن يكون ضميرا، شوف، وأن عسى أن يكون قد اقترب، وأن عسى، أن عسى، وأن ليس الإنسان ما سعى، وأن ليس، أن ليس. الآيات ونعلم أن قد صدقتنا، ونعلم أن قد صدقتنا، أن أصلا أن هو، أن هو، هو دي بسموه ضمير الشأن، ضمير الشأن لا يعود إلى متقدم إنما يفسر بعده بجملة، يعني الحال والشأن. فإذا قلت قل هو الله أحد، هو لا تعود إلى شيء ما ذكر قبل ذلك، هو هو إيه؟ الله أحد، يبقى جملة الله أحد هي تفسر الضمير، تفسر الضمير المقصود بالضمير، يعني الحال والشأن الله أحد، ده بيسموه ضمير الشأن ولا يعود إلى ما ذكر قبل ذلك. فهو يقول الشيخ اسمها ضمير الشأن محذوف، ضمير لا يكون اسم ظاهر إنما يكون ضمير ويكون محذوف لا يكون مذكور في الكلام.
يبقى أن يكون ضميرا لا ظاهرا وأن يكون بمعنى الشأن وأن يكون محذوفا. لاحظ يا شيخنا، واجب في خبرها أن يكون جملة لا مفرد. يعني شوف الآيات كلها، أن عسى، عسى جملة فعلية، وأن ليس، أن قد صدقتنا لازم يكون جملة. والجملة دي، الجملة إذا كانت جملة اسمية كقوله تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، أن أصلها أنهو، أنهو ده اسمها، ده هي تعمل بس اسمها لا يذكر أبدا، لا يكون ظاهرا، وإنما يكون ضمير الشأن محذوف. أنهو يعني الحال والشأن. الحمد لله، الحمد لله جملة اسمية في محل رفع خبر أن المخففة. طب إذا كان جملة فعلية، الجملة الفعلية إذا كان فعل جامد لا يفصل بينها وبين أن بفاصل، يعني أن عسى، عسى فعل جامد ولا متصرف؟ يعني لا تقول عسى يعس أعسو، ده فعل جامد يلزم صورة واحدة، فلا يفصل بين أن وبين عسى. وأن ليس، ليس فعل جامد، لا تقول ليس ليس لس، إنما ليس فقط فعل جامد لا ينتبه منهم لا بمضارع ولا بأمر. طيب أما إذا كان فعل متصرف يقصد به الدعاء كقوله تعالى والخامسة ها أن غضب، أن غضب في قراءة أن غضب، في قراءة يعني أن غضب، أن مخففة من الثقيلة، أن هو غضب فعل ماضي قصد به الدعاء، يعني دعاء على الزوجة الكاذبة. فهمت ولا لا؟ والخامسة أن غضب الله عليها، إن كان من إيه؟ يعني كان زوجها من الصادقين وهي كاذبة، يبقى ربنا غضب، ربنا حل عليه. في قراءة أن بالتخفيف، غضب مش غضب، غضب ده مصدر، غضب فعل ماضي. فهمت ولا لا؟ بس فعل ماضي قصد بالدعاء أيضا لا يفصل بينه وبين أن بفاصل. إذا إذا كان الخبر جملة فعلية فعلها فعلها جامد أو فعل متصرف قصد بالدعاء لا يفصل. طب إذا كان فعل دعاء، فعل متصرف لا يقصد به الدعاء، لابد من فاصل. الفاصل الأول قد، أن قد صدقتنا، أهي قد فصلنا بينها وبين أن، أن قد صدقتنا الخبر صدقتنا وأن مخففة، فصلنا بين أن وبين صدقنا، بين صدقتنا بقد، هذا الفاصل الأول. طيب أعوذ بالله من الشر، أن وقد، وبعدين علم أن سيكون، السين دي السين فصلنا بين أن وبين يكون بالسين. النفي أفلا يرون أن لا يرجع، فصلنا بين يرجع وبين أن بلا اللي هي حرف نفي. ولو، وأن لو استقاموا، أن لو استقاموا. خلاصة ما قلناه إن أن إذا خففت وجب إعمالها، لكن لا بد أن يكون اسمها ضمير الشأن محذوف. وخبرها إذا كان جملة اسمية لا يحتاج إلى فاصل. طب وإذا كان جملة فعلية، إذا كان الفعل ده جامد زي عسى وليس لا يحتاج إلى فاصل. إذا كان جملة فعلية قصد بها الدعاء زي أن غضب لا يحتاج إلى فاصل. أما إذا كان جملة فعلية فعلها متصرف زي صدقتنا، صدق يصدق أصدق، ده فعل متصرف، هنا لابد من فاصل. الفاصل ده واحد من أربعة، قد والسين وحرف النفي ولو. هذا خلاصة ما قيل في أن، أن إذا خففت. يبقى كان فرق بين أن وبين إن يا أولادي، قلنا إن بالكسر لكن أن بالفتح، إن تأتي في أول كلام، أن لابد أن تسبق بكلام. الفرق الثالث أن واسمها وخبرها تؤول بمصدر، لكن أن لا إن لا تؤول. وإن إذا خففت قلنا الأكثر أن تهمل، لكن أن إذا خففت وجب إعمالها بالشروط التي قلناها. يلا اقرأ كأن يا ابن، ما هي الأن فيها؟ ها؟ لا هو الموجود لا بس يعني ينفع، لا ما هو المسموع لا بس،
اللي مسموع اللي الشيخ استشهد. استكن يعني استتر يعني لا يظهر. وقول البيت الثاني بتاع الشيخ. وإن تخفف أن فاسمها استكن. استكن يعني استتر، أصبح مستتر لا يجوز إظهاره. لا تقول أن هو، تقول أن بس بدون هودي. فاستكن يعني أصبح ضمير مستكن يعني مستتر يعني لا يظهر يعني. وأما كأن فتعمل ويقل ذكر اسمها ويفصل. تفضلي علي صوتك بس. لا 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 لا، أن غضب احنا بنتكلم عن تخفيف يا بنتي، هنا مش مخفف. أن غضب، غضب اسم أن، يعني ده اسم أن دي. احنا بنتكلم يا بنتي على أن مش أن. أن دي ليها اسم ولا خبر عاد، يعني تعرف بأن تقول حرف توكيد ونصب اسمها غضب. في فرق بين غضب وغضب. غضب فعل ماضي، لكن غضب مصدر. إذا ضرب وضرب. يلا يا ابني. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي اتوضى كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر. أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله.